في إطار عملية تضامنية المسطرة من طرف المكتب المحلي، قمنا في هذا الشهر المبارك بمبادرة بالتنسيق مع ميناء أرزيو. هذه المبادرة هي إفطار عابري السبيل، وهي ليست المبادرة الأولى وإنما هي المبادرة الثانية بعد مبادرة توزيع قاسمات الشراء للمحتاجين، حيث تم تدعيمنا ب 100 قاسمة تم توزيعها على العائلات المحتاجة والفقيرة على مستوى إقليم بلدية أرزيو. من هذا المنبر لا يسعنا إلا أن نشكر مؤسسة ميناء أرزيو على دعمها لهذه العملية التضامنية على مستوى البلدية، كما نشكر كذلك السيد رئيس دائرة أرزيو على كل مجهوداته ومرافقته لهذا العمل، كما نشكر كذلك الجمعيات والفاعلين والمتطوعين والطلبة والتلاميذ، خصوصا تلاميذ ثانوية الأمير خالد وتلاميذ ثانوية الشيخ المهدي بو عبد اللي، الذين أبوا إلا أن يغتنموا هذه العطلة للتطوع والعمل الجمعوي الذي هو أصيل لدى المجتمع الجزائري. وسوف تتوج إن شاء الله ببدلة العيد، نتمنى لجميع الخيرين المشاركة، وشكرا بارك الله فيكم. أنا معكم الطباخة معالي الأحمر الجزائري، إن شاء الله مرحبا بكم كاع طيلة شهر رمضان العابر السبيل، ونشكر ميناء أرزيو ونطلب من كل الشركات الموجودة في إقليمية أرزيو جو يضامنوا ويساعدونا ويعاونوا طيلة شهر رمضان. مرحبا بكم عندنا وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. اليوم رانا في اليوم الرابع لمبادرة اللي رانا دايرينها هنايا في ساحة أول نوفمبر في وسط المدينة. المبادرة هذه راهي فيها إطعام للمحتاجين. المبادرة هذه نشكر منها المحسنين، ونشكر الدعم لشركة ميناء أرزيو، ونشكر كاع الشباب اللي راهم يعاونونا اللي راهم متطوعين، للشباب اللي راهم يقسموا اللي راهم يصنعوا. نشكر ثاني الطباخين، ونشكر ثاني المطعم اللي راهم دعمنا أمين اللي راهم دعمنا بالمطعم تاعه. الحمد لله وربي يوفقنا إن شاء الله.